منافستك والله يا عم اقول لكم حاجه، مفيش منافسه لان كلنا حبايب واصحاب ونبارك لبعض، والمكسب الحقيقي للجمهور كله. العمل كان مرهق كمؤلف وكممثل وكمخرج لابعد الحدود، مخرج لابعد الحدود، بس هي يعني المهم حاسس ان نفسك الفنان المصري عارف كله ان شاء الله ان تامر حسني نجم الجيل بيهتم ان هو يكون رقم واحد في السينما ورقم واحد في رمضان. انا عمري ما فكرت في كلمه رقم يا حبيبي يا بابا. ايه ده حاجه يعني الجمهور اللي يرجع ورا شويه. اتمنى الجمهور دايما ما يقسمناش. تامر بعد تامر ناقص ايه عايز تعمله فتره جايه؟ لا ينفع يعني بذمتكم يا جماعه كده يعني مش انت بس الناس ورا كلامك. انا طيب كلمنا على قلت تكلمت الصوره يا جماعه ساعه جديده مش كده بس يعني الموبايل اعتقد عندي ايدك طيب كده بعد اذنك ان انا عشان هو بيصور سيناريو الحوار والموسيقى التصويريه، والاهم ان انا كنت بحاول ان انا كل ممثل يشوفه تقول ان هو في احسن حالاته او ان تامر طلع منه حاجه جديده ما شفناهاش قبل كده. دي كانت اصعب حاجه بالنسبه لي، يا رب اكون قدرت احققها. انتوا لما تتفرجوا انتوا اللي تقولوا رايكم. بس انا اتغيرت ازاي بعد الفيلم ده؟ مش سامع. والله يعني لو فكره جات لي تاني حسيت ان انا عايز اعملها بنفس التكوين ده اعملها، بس مش شرط ان انا كل حاجه اعملها انا بنفسي يعني. لا طبعا هما يعني عنوان لجيل جديد، وهنا ما شاء الله عليها عملت مجهود كبير قوي الكام سنه اللي فاتت، وكنا دايما بنتكلم وبتقول لي حلم من احلامي ان احنا نمثل مع بعض. يمكن كمان انا اول مره اقدمها في مسلسل فرق توقيت، فالنهارده بقدمها بقى بشكل تاني كبطله يعني كبيره. ففي سنين بينا وانا يعني مؤمن بيها جدا وحاسس ان المستقبل ليها باذن الله، وهدى ان شاء الله هيبقى ليها يعني مردود كبير قوي في الفيلم ده لان هي عملت مجهود. والله هو اسم الفيلم ابسط ما يمكن، لان كلمة بحبك او بحبك اشهر كلمه في الحب، بس انا كنت بستغرب ازاي محدش استخدمها لغايه النهارده.